صباح الخير، صباح النور. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وان شاء الله في صحة جيدة وراح تبان. مهم، انا اليوم غدا الامتحان، اليوم الاربع 16 ستة ان شاء الله باذن الله غدا الامتحان، وانا كما كتشوفوا طوبيس مهم. خديت طوبيس رغم انه عندي الموعد 10:30، ولكن انا دائما كنبغي نمشي بكري، ف نمشي بكري باش ما نكونش ستريسي، باش ما نكونش. الله ينجح ولاد المغاربه كاملين، ولاد العالمين يا ربي يا كريم في النهار كلهم. مهم نهضروا ان شاء الله من بعد. دايما معنا ويلي المدرسه اللي هي اسمها كوفي وسي، دايرين قوادس فين ما مشيتو كتلقاو قوادس باش واحد يغسل يدي. سادة ها هما المدرسة، عندي 9:46، أنا عندي 9:30 الساعة. نرتاح شي شوية قبل الامتحان. أنا في الطبق الخامس، أنتم كتشوفوا هذا هو الأخر، الطبق الخامس هو الأخر. هنايا أش كتشوفوا هنايا؟ لا خصنا هاد الدروج، طلعتهم هادو كاملين. شتو نرتاح شي شوية عاد نطلع، حيت غياخدونا تليفون فما نقدرش نصور. نخرج عاد نهضر معكم ان شاء الله باذن الله. المهم انا عرفت الامتحان البلاصه فين، S S 558، والحمد لله الحمد لله. بحال اللي كان تيقول بالله رحمه يرحم جميع المسلمين، كنسرت البيض. ماشي مشكل، واخا الواحد تيكون مجد، ولكن المهم في المدرسه كاين غير الناس اللي غيديروا امتحان، لانه ديجا حنايا عطله، ف ان شاء الله غير لو تقضيت الامتحان وصافي ندوزوها، غتكون العطله ان شاء الله باذن الله. نساليو هذا اللون الشعر ديالي الجديد، درته قهوي لانه كان خسر ليا، نتوما عارفين في ديك الصباغه اللي كنت درت في الاول، فكان لازم يتصلح. هادشي اللي كاين. المهم انا دخلت في هاد المدرسه هادي حيت اصلا ما كنتش كنقرا في خمسه، انا في الطابق الخامس كنت كنقرا في الاول والثاني، والكافيتيريا كانت تحت، راه كنت كنصور منها الماكله، ولكن هذه خمسة. المهم الهضره بزاف دابا، نهضروا ان شاء الله من بعد، لانه غير غندخل دابا 10:30 ان شاء الله. دابا هذه 10 قالت لي نص ساعه غتاخذ مني التليفون وتعطي، وانا نسحب الامتحان بيدي غنسحبه، وعندي 60 دقيقه باش نجلس في واحد البيت بوحديتي ونفكر في التكست ونفكر في التصويره ونفكر في كل شيء، ومن بعد ندخل ونهضر. وهذا هو الامتحان، ومني كنساليو ملي كنسالي كندخل عندهم تيبداو يسولو، كيكون السنسور اللي هو المراقب، وكتكون الاستاذه، وكيبداو يسولو وداك الشيء، وملي كيساليو السؤالات وداك التخربق كامل تيعطيونا الكاركتير. الكاركتير هي النتيجه، يعني تيقولوا لي خرجي واحد الدقيقه، كنخرج واحد الدقيقه ونرجع، تيعيطوا لي من بعد تيقولوا لي رجعي، وكندخل عندهم تيقولوا لي مثلا مبروك راك خديتي 12 هي الاولى، هي 20 او كاين 12 كاين 10 كاين 7 كاين 4 كاين 2 هادو هما الناجحين. فالحمد لله نجحت في الانجلي السمانه اللي فاتت، كانت 3 اللي فات نجحت، مازال ما عطانيش كاركتير لانه كانت اونلاين، فخصو يشوف هادوك لي دوفوار اللي كنا كنكتب تنديرهم كتابيا وكنصيفطوهم ليه، حيت القرايه كانت على بعد، فخصو يدير هادي ويقارنها مع الاونلاين الامتحان عاد باش يعطينا النتيجه. فقال لي غتلقايها اليوم يوم 15 واش جوان ولا 15 جويه، والله ما نعرف، نعرف النتيجه صافي. وهذا ملي غادي نساليهم ان شاء الله باذن الله غتكون العطله. يا رب نجح كامل المسلمين، يا رب ولاد المسلمين ولاد العالمين، يا رب يا كريم وفق الجميع يا الهي يا رب، وحيد هذا البلاء والبلاء والوباء يا رب يا كريم. نهضروا بعد ان شاء الله.
في أمان الله. المنطقة هذه أول مرة كنشوفها أنا في هذا بلاصة الامتحان. الله يسهل يا رب. الحمد لله وصلت قبل الوقت. دابا هذه العشرة بقات لي نص ساعة تعيط ليا وما كنبغيش نراجع في هذا الوقت هذا، يعني ما كنحملش صافي اللي في الراس والراس كنبقى نتخربق وما بغيش شي واحد يهضر ليا في الامتحان. داك مثلا الكلام اللي معايا ما نبغيهمش يهضروا في شي حاجة، يعني يقولوا لي مثلا شنو غنديروا في هذه ولا خصنا نديروا هذه في هذه، ما تنبغيش نهضر، تنبغيش كنتلف. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هنا باش كينظفوا لنا المدرسة، صراحة المدرسة نظيفة 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 بزاف بزاف بزاف. في أي اسطوان كتلقى فيه جوج ثلاثة من هادو، حيت المدرسة كبيرة بزاف فكيكونوا بزاف ديال الناس مختصين في هادشي. وداك المنظر ديال الشميسة غزال، روعة. توحش المدرسة دابا من نهار كورونا ما جيتش حتى دابا أول مرة الامتحان. الحمد لله. ليلة توحشتها. وهنا دايرين الشفاجات، كيف ما كتمشي الشفاجات بحال ود البرد، نشوف واش مسخنين. والله العظيم الا صحن حرام حرام مطفي حرام، ويلي الصيف دابا حرام حرام بزاف كاع اكثر من القياس. المهم نسيت نقول بانه درت البارح تيست الحمد لله نيجاتيف ديال كورونا، نيجاتيف. دابا غنوريه ليها قبل ما ندخل. المشكله جاتني العطسه دابا، غريب. يا ربي ما تجينيش عندها في القسم، واحد تيكون مع المراقبه وداك الشيء صعيبه القضيه. الاستاذه وتجي العطسه في قلب، يعني خلاو دير مركي ميت دهيل ولا ديبلو سا. المهم باغا نلهي الوقت باي طريقه كانت، وما كرهتش نسالي دغيا دغيا ونمشي في حالي. والله العظيم ستريس، كنسرت البيض. الله يرحمك ابا ويرحم امي ويرحم خوتي يا ربي، فهاد النهار ويوسع عليهم ويرحم جميع أمة محمد يا ربي، جميع المسلمين يا ربي يا كريم. المهم الخير فيما اختاره الله، نشوف شنو غادي يدير لنا دابا. هادي الخريطة ديال المدرسة اللي انا فيها دابا. المدرسة هي 5 بيتخي باساج رقم 5 ريطاج 5، وهاد الارقام اللي كتشوفوهم راه غير راه عرفتي بزاف ديال الاقسام بزاف ديال لي زيطاج بزاف، واحد تيتلف تيتلف بزاف ديال الصح. نعطيكم نظره قليله شي شويه على المدرسه كي دايره. هنا فين تنجلسوا هنايا دابا باش تعيط لينا، هذا هو البلاصه ديالنا فاش غادي نجلسوا هكا. اللي بغى يشارجي تليفونات يشارجي لهي لهي. المهم هادشي كما كتشوفوا، هذه هي القاعه ديال الانتظار. نحاول نوريكم كوبنهاجن من فوق. المهم بعدين يدار المهم الطقس زوين، الشمس زوين. انا كذا دابا غير كاكا في السرجم كنحاول نصور لكم جلسة فوق هادشي. شوفو واش مشاغبة أنا، شوفو خليت الطاولات أو كاسا كنوري ليكم كوبنهاجن إلا بانت شي حاجة. المهم هذا مكان تادي راه هادي ماشي هادي الكمال، هادي مدرستنا تا هي، هادي اللي كتشوفو هكدا. شوفو التراس في السطح، مدرسة دايرة. المهم أهم حاجة، أهم حاجة ما كايناش لي بابيت في المدرسة الحمد لله وشكر لله. الصوم يعني بلا بلا بابيت بلا ماسك
من البارح اثنين، لا نهار اثنين، غير ترونسبور اللي يديروا لي بافيت. انا لا كنهضر بشويه لانه كل شيء دابا ملغم بالامتحانات، لي كلاس كلهم، ف داكشي علاش. دابا هادي 10 و10 دقايق، بقات لي تلت ساعه صعيب قضيه الامتحان، والله الا صعيب. الله معنا ان شاء الله، باذن الله خير يا رب خير. حالتنا ولات حاله، قرايه ودار، زعما الصراحه كلمه يتقال. مهم، الحمد لله وشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. حتى الغدا الصباح وانا كنقول الحمد لله وشكر لله يا رب، ساليت ساليت وكان ختامها مسك. ختامها مسك، نجحت الحمد لله وشكر لله. فرحانه بواحد الطريقه ما تصوروش، يعني صافي دابا قدرنا ناخذ عطله وانا مرتاحه. هذا الشيء اللي كاين، نهضروا ان شاء الله من بعد. راجع الدار، وانا بديت الامتحان مع 10:30، ساليت مع 12. يا المهم دابا هادي 12، انا يلا خرجت من المدرسه دابا، خديت الطوبيس حيت الطوبيس حدا المدرسه. مشى ليا عليا الاولاني ودابا خديت الثاني. المهم في المدرسه ما ديروش، ما كاينش البابيت عندنا هنايا، ما ديروش البابيت، ولكن غير في الطوبيس وفي الترين اللي الواحد خصو يدير البومبين او البابيت او الماسك، مش كتسميوه. هادشي اللي كاين.